دلوقتي القضية دي، اه واخد بالك؟ لأن هي فيها ملابسات كتير مش عايز أذكرها. ماشي وكويس؟ ماشي. وصدقني الأهلي ما كانش في القصة دي خالص. في ناس تقول ان كهربا لا راح لا 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 كوبري ورجع خالص الاهلي، خالص وان ده خالص. كان توجيه من لا النادي لا الاهلي، لا خالص. ما حصلش. لا لا خالص. حتى كان الناس اللي عايزة تتوسط، اه أصل الاتحاد بيقول أصل العقد ما توسخش، قلت لهم مالناش دعوة بالقصة دي كلها. طب يعني انت قلت له انا ادرس اللعيب اللي جاي مفهوم يعني، واعرف انه هيكون مرعوش مشاكل وندرس لو احنا عايزينه، ده قرار فني، تمام. ما تقعدوش تحطوا لي احتمالات بس وماليش دعوه. الكهرباء كان ورا مشكلة. ما هو هو بقت وراه مشكله، هو لما تمام. طلع اه واخد بالك بدليل ايه؟ بدليل ان القضيه كانت مرفوعه ضد الاهلي وكهربا، المحكمه ما حك... يعني طلعت الاهلي من القصه اصل الاهلي كلها، ملوش صفة في الموضوع. لان والله لم يكن له يد في سفره الى الخارج خالص، تمام. ولا كنا نعرف انه هيعمل كده. طب القصة جت ازاي بقى؟ يعني بعد ما سافر بره هو راح سافر دكتور. بره اه وبعدين قال انا خلاص يعني عايز ارجع مصر وانا معايا الشهاده الانترناشونال سيرتيفيكيت وحاجه، انتقال عادي بقى من نادي بقى. فتواصل مع النادي او وكيله تواصل هو مع النادي. تواصل، انا ما كنتش في ال... فاهم فاهم، يعني تواصل مع حد من مسؤولي النادي. تواصل مع المسؤولين اه والقصه وخدوه. مشيت بالشكل ده. طيب الغرامه، هل الاهلي يقف جنب كهربا في يا موضوع سيدي الغرامه؟ الاهلي لسه ما هو مش مهندس، كهربا. انا بسالك اسمع حد يا مسؤول. هشام، هشام موضوع الكهرباء ده برضو من الاحكام اللي انا مش فاهمها. يعني ايه بالتضامن؟ يعني انا دلوقتي انا وحضرتك محكوم علينا بمبلغ، ما تقول لي انت عليك كام والنادي عليه كام؟ انا مش فاهم الحكم ده قوي يعني. وبعدين ايه ادفع وبعدين ارفع قضيه على النادي، خد الفرق اذا كان النادي هيرجع يلعب. طب لو الكهرباء بطل بطل يبقى النادي يدفع ال 2 مليون دولار؟ يعني القصه مش كل واحد شايل ليلته ليه؟ فالموضوع معقد، معقد. وخصوصا الزمن دلوقتي طبعا الغرامه كبيره، لكن الاهلي بيحاول طبعا يساند كهرباء انه يخلص من المشكله دي، مؤكد ماديا، مؤكد ماديا في شيء. ما هو ماديا مش، ما هو انت كمان انت ملتزم باللوائح ايوه اللي ما تغلطكش كنادي. قانونيا اي طبعا. طبعا. فانت هتعوضه ازاي؟ فيها طرق بقى اذا في طرق لتعويض كهرباء عن الغرامه اللي قد يدفعها النادي كلاعيب، الزمالك. انك اه انت كلاعب. فاهم تديله فاهم، من وسائل مساعد. اللي تزود دخله انه يقدر يسدد. كنت متوقع ان كهرباء يرجع بالمستوى ده بعد فتره والله كبيره. انا بحييه، بتحييه. لانه جال وقت كان هيضيع خالص اه اللي هو وقت الايقاف ده. وقت الايقاف، وبرضه هو كانت حسبته مع نفسه مش زي دلوقتي. اه ولما ربنا كرمه وشاف النجاح وشاف لا كرم كرم بيستفيد من اخطائه. يعني انت مثلا هو مثلا الشكوى اللي اتكتبت ضده وهو بيرقص مع الجمهور، سببها ايه؟ انه راح للجمهور، تمام. سواء قال ما قالش الكلام ده، مش ده هي قضيتي انا. قضيتي ليه تدي فرصه للمتربص ضدك ايوه انه يصطادك؟ ده كلام مهم. طب لما كسب السوبر عمل ايه؟ عمل ايه؟ راح لجمهور الاهلي ما يحتفل معاه راحش برضه. ناحيه الجمهور خالص. لا في ماتش السوبر الاخير كان مع الجمهور لا مش بيحتفل، مع الجمهور، مع في دايره داخل الملعب مع لعيبته. وراح برضه في حته مع ما الجمهور، بس كده يحمل حقه على فكره، يا مفيش اي سيدي مشكله. عمل كده ودخل. انما ما تروحش تحط نفسك في دائره. ولذلك انا بشكل عام الحكم مغلس عليا. طب انا كابتن محمود متولي قبل ماتش الزمالك، ايه السبرنت اللي انت عملته ده؟ اصطادك، هو عايز يصطادك، اديته الفرصه. طب انت لما روحتش كان هيبقى عنده فرصه؟ ولذلك انا بنصح اللعيبه تخلي بالها. في مشهد ما احبش اشوفه طيب بمناسبة في الملاعب فاهم بدرجه اكبر من لعيبه النادي الاهلي.